لنفتخر فيهم. على طاري التطوير اللي قلته او النهضه السعوديه، انا فاتح تصريح سمو الامير محمد بن سلمان، سئل ان انتم تنفقون الكثير على تطوير الرياضه، والمذيع قال ان البعض يسميه الغسيل الرياضي. قال ايش ترد الامير محمد بن سلمان؟ قال اذا هذا الغسيل الرياضي، يعني الانفاق اللي قاعد تنفق المملكه العربيه السعوديه، اذا تسميه غسيل رياضي سيزيد في الناتج المحلي المملكه بنسبه 1%، سوف استمر في هذا الغسيل الرياضي، وانا اهدف اني ارفعها الى نسبه 1.5 1.5% من الناتج المحلي، فقولوا ما تريدون سوف نحصل عليها. فالمشروع السعودي يعني قائم ومستمر. شوف هذا ما صار ترى عن طريق الصدفه او العبث، يعني هذا شيء مدروس وعارفين هم وين راح يوصلون في على خلال مراحل. لما تتكلم اول ما جابوا اللاعبين رونالدو مر، قال شوف دافعين ملايين ومليارات على لاعبين، شو الاستفاده؟ في ناس وايد فكرت كذي لان تفكيرها محدود، لكن سمو الامير عارف ان يعني كل اللي قاعد يصير مخطط له، مو بس رياضه مثل ما قال اخوي علي، ان جميع القطاعات كل هذا مخطط له ومدروس له. قاعد تشوف حتى في كلامه وفي خطابه له لما سئل قال احنا نطمح نكون من الدول المتقدمه الكبرى، فهذا طموح كبير، مو بس رياضه، البنيه التحتيه، الامور الاقتصاديه، جميع حتى على مستوى السياحه. حتى سئل انه في السابق انه في بعض الدول انه تشوف السعوديه بشكل يعني اجرامي او شكل داعش الامور هذه، فهذه الامير كله نفاها، نفى الامور هذه، قال هذا كله اتهامات باطله، وتعالوا شوفوا السعوديه وشوفوا الان اللي قاعد يتواصل ويدش ويكون موجود فيها. نعم حسين، المشروع الرياضي السعودي، الدوري السعودي اصبح الان عالمي. نعم. ما هو دوري سعودي، ما هو دوري خليجي. نعم. شلون تشوف المشروع الرياضي السعودي؟ طبعا انا بس ردا على سؤالك اللي سالته مساء بالنسبه حق مقابله سمو ولي العهد الامير سلمان الامير محمد بن سلمان مع القناة الأمريكية. أنا تابعتها أمس صراحة المقابلة، وعجبتني جدا، والطرح اللي طرحه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صراحة طرح راقي، وطرح رجل عنده بعد نظر وعنده استراتيجية وعنده تخطيط وعنده هدف. يعني هذه الشغلات كلها أنا شفتها في هذه المقابلة صراحة، شيء يفرحنا احنا كمواطنين خليجيين ان نرى هذه النهضه في احدى الدول الخليجيه، مثل ما شفنا من قبل تقريبا كم شهر بطوله كاس العالم في دوله قطر صراحه، وهذا الشيء اللي اسعدنا وافرحنا ورفع راسنا صراحه لما نروح اي بلد اوروبي ويعرفون ان احنا من الخليج. الان احنا بالسابق كنا نقول لهم احنا من الدوله الفلانيه، ما يعرفون صراحه، ما يعرفون الا السعوديه لان كلها ماخذينها على اساس الاويل وهذا، ولكن الان الحمد لله رب العالمين نشوف قطر معروفه يذكر اسمها، دبي من خلال النهضه، واللي عندها السعوديه من خلال يعني طبعا النهضه الكبيره، وطبعا ومن خلال الرياضه اللي احنا قاعد نتابعها خلال هالاشهر.